خلينا دلوقتي ناخدكم لقصة جديدة من قصص أبطالنا الرياضيين في الألعاب الفردية. قصتنا النهاردة عن مريم البدوي، لاعبة منتخب مصر للتزلج الفني. مريم من عشاق اللعبة واحترافتها وهي في سن صغير جدا، وشاركت كمان في بطولات دولية ومحلية، وقدرت مؤخرا أنها تتأهل بشكل رسمي لبطولة ألعاب التزلج الفني اللي هتتلعب في إيطاليا شهر سبتمبر اللي جاي. قصة مميزة جدا للبطلة مريم، تعالوا نتعرف عليها من مريم نفسها اللي معانا دلوقتي على الهواء عبر تطبيق زوم في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بطلة. صباح الخير، يعني اولا الاخبار كله زي الفل، الف مبروك ليكي، شرفتينا وان شاء الله هتشرفينا كمان في ايطاليا في بطوله التزلج الفني. عايزين كده في الاول، يعني ناس كتير قوي ما يعرفوش ايه اللعبه دي، لعبه التزلج الفني، نعرف تفاصيل منك اكتر، وابتديت الرحله ازاي مع لعبه التزلج الفني؟ تمام، هي مبدئيا بالعربي كده بنسميها باتيناج، بس انا بلعب باتيناج ايقاعي. اللعبه دي موجوده في مصر من زمان قوي، من ايام عبد الحليم تقريبا، لان كان بيطلع اصلا في الفيلم بتاعه زمان قوي في النادي عندنا في نادي المعادي، متصور فيلم عبد الحليم وهو بيلعب بالباتيناج. فاللعبه موجوده في مصر من زمان قوي، بس ما كانتش اخده الشكل ده يعني زي دلوقتي. دلوقتي بقى ليها اتحاد وليها بطولات وليها كل حاجه زي اي رياضه تانية. يعني هي بالنسبه لي دلوقتي هي رياضه مش لعبه. زمان ممكن نقول عليها كانت لعبه، بس دلوقتي هي رياضه، يعني بتاخد وقت كتير جدا جدا. احنا اشبه الرياضه لينا هي تقريبا رياضه الجمباز، لان احنا نفس الحركات، بس احنا بالباتيناج بس كده. انا ابتديت اللعبه دي من زمان قوي بالصدفه، كان عندي 4 سنين وكنت بتمرن جمباز، وملعب الجمباز كان قدام الباتيناج في النادي، فكنت اتمشى مع مامتي، كنت دايما بشوف الاطفال بيلعبوا باتيناج، ودي كانت حاجه بتبهرني الصراحه. ففي يوم من الايام جالي هديه، وبالصدفه الهديه دي كانت باتيناج، ومن ساعتها ملعتوش. يعني مريم زي ما انت قلتي، هي كانت لعبه دلوقتي بقت رياضه، وزي ما قلتي كمان هي شبه الجمباز، فاعتقد تمرينها برضو بيكون تمرين صعب، لانه رياضه الجمباز بالمناسبه من الرياضات الصعبه جدا. يعني الناس تتخيل ان هي ممكن تكون رياضه سهله بعض الشيء، لكن هي صعبه جدا. بالظبط، احنا تمارينها بتتقسم عامه، احنا عندنا يعني ساعه كل يومين تقريبا بنتمرن جمباز بس، وعندنا باليه وفيتنس وباتيناج، يعني احنا بنتمرن 4 حاجات عشان نطلع بالاند ريزلت اللي هي بقى الباتيناج. يعني في تمرين للجمباز وفي تمرين تاني للباتيناج او التزلج. بالظبط. كنت بتتمرني قد ايه في اليوم يا مريم؟ تقريبا 4 ساعات. 4 ساعات، 3 ل4 ساعات ايام البطولات، بس ساعتين مينيمم، بس من 3 ل4 ساعات في اليوم. كل يوم اكيد في يومين اوف يعني عشان مريم طبعا احنا شايفين الصور، حاجه مبهره جدا ما شاء الله عليكي. لعبه كمان محتاجه توازن ومحتاجه تركيز، يعني الى جانب طبعا التدريبات اللياقه البدنيه والفتنس، لكن مهم جدا فكره التركيز في الايقاع والحركات، واختيار حتى الريتم المعين والاغاني اللي احنا بنشوفها وانتوا بتلعبوا اللعبه دي. عايز اسالك هنا فكره التركيز، لان مهمه جدا قبل ما تخش اي بطوله او قبل ما تلعبي او تختاري يعني لعبه او اغنيه معينه تلعبي عليها او ترقصي عليها الرقص الايقاعي، ازاي الموضوع ده بيتم؟ ازاي بيتم الاختيار؟ ازاي كمان فكره ان لو التركيز الذهني والى جانب طبعا الحركات والايقاعات اللي بتعمليها؟ تمام، انا بس خليني اعرفكم باللعبه احنا بنعمل ايه بالظبط. هي عباره عن جمل، والجملتنا تقريبا بتبقى 2.5 دقيقة وواحده 4 دقايق، احنا بنلعب جملتين، جمله طويله وجمله قصيره. فالجمله الطويله بتتطلب يعني لازم يبقى في فكره يعني او مسج وراها، وات ايفر بقى هي القصه يعني، بس احنا بنحكي قصه بالباتيناج، فاهم قصدي؟ القصه دي من خلال اغنيه مثلا معينه؟ بالظبط بالظبط كده، احنا بنركب اغاني بيتعمل لهم مونتاج زي بالظبط كانك بتعمل تمثيليه يعني. وبنتفق مع يعني لو انت عندك مدرب او حاجه، بيبقى في مدرب مخصوص اسمه كوريوجرافر، هو ده اللي بيجمع جمله او بيالفها. وده احنا بنتكلم معاه وبننقي الميوزك وبنتفق هنلبس ايه، هنعمل ايه، الالوان كده. الكوريوجرافر اللي هو اشبه بمدرب الرقص او مصمم الرقص، المصمم. هي مريم عارفه يعني كمان محمد متحمس ليكي جدا. طبعا انا كمان متحمسه جدا جدا، بس محمد شويه يعني تفاصيل زياده عنده اكتر. انا عايز اقول لك يا مريم ان انا بنتي اسمها مريم،
تمام؟ بجد؟ مريم محمد عبده بدوي، يعني مريم بدوي برضه، وهي بتعشق اللعبه دي، هي بتلعبها في احد النوادي ولسه واخده ميداليه ذهبيه فيها، بس هي لسه صغيره يعني 8 سنين. ايه ده ما شاء الله. فهي اسمها على اسمك مريم بدوي، ومريم ده احلى اسم في الدنيا. واحنا طبعا كنا شاكين والله يا مريم في الاول انه ان هي مريم بنت. طيب مريم قولي لي، يعني البطولات اكيد بتكون فيها يمكن ضغط نفسي اكتر، وحتى بيكون في ضغط تمارين كمان صعبه، ازاي بتستعدي للبطولات في التمرينات، خاصه انه في اكيد كمان دراسه؟ اكيد هقول لحضرتك، يعني انا طول حياتي بتمرن وبذاكر، هي مش بتفرق، بس للاسف للاسف يعني دايما، ما اعرفش ليه، كان حظي دايما ان البطولات بتيجي في نفس وقت يعني الامتحانات وكده. بس عشان احنا بنتمرن طول السنه، كانك زي ما بتذاكر طول السنه انت بتتمرن طول السنه، فلما بتيجي لقطه الامتحان انت يعني المجهود بيبقى زاده، بس انت كده كده خلاص انت لازم تذاكر، ما تكونش حاجه عليك، لان لو كومت مذاكره وتمرين يعني ساعتها مش هنبقى في حته حلوه خالص. بالنسبه للضغط النفسي، بالنسبه للبطولات وتوترها وكده، احنا بنتمرن على ده، يعني احنا في التمرين عندنا تمرينه قبل البطوله دايما، احنا بنهيئ لنفسنا الجو، احنا اصلا عندنا زي منتور كوتش او معد نفسي هو اللي بيجهزنا ساعات دي. طب دي نقطه مهمه قوي للبطوله. ايوه احنا ساعات مثلا بنعمل ايه، بنمثل اكننا في البطوله، اللي هو بنعمل بطولة عاديه جدا، بس مدربتي هي اللي بتحكم، ونلبس المايو عشان بس ندخل في جو المود ده. فجو البطولات اللي هو الاودينس واقف والناس بتتفرج عليك وكده، ده انت بتتعود عليه وانت صغير، فمش بيبقى ازمه لما بتكبر. صحيح. بس طبعا كل ما انت بتكبر في اللعبه ومراكزك يعني بتجيب مراكز اعلى وتبتدي تطلع بره، اكيد اكيد في توتر جامد قوي، فعشان كده مهم قوي يبقى عندك منتال كوتش. بس ده توتر جميل، توتر صحي كده، بيخلي الواحد عنده ثقه بالنفس ما شاء الله، زي ما شفنا الفيديوهات بتاعتك يا مريم. عايز اكلمك بقى على ايطاليا، يعني انت كده ان شاء الله في شهر سبتمبر اللي جاي في بطوله عالميه للتزلج الفني في ايطاليا، ان شاء الله كده يعني ترفعي راسنا وراس مصر كده في مشاركتك. كلمينا بقى الاستعدادات، ودي اول مره تشاركي في بطوله خارج مصر للتزلج الفني؟ لا انا ابتديت اسافر بره مصر من وانا عندي 14 سنه، لان مامتي وبابايا ادوني الفرصه دي. في 2014 كانت مدربتي جت وقالت لمامتي عايزين مريم تسافر معانا اول بطوله بره، كانت بطوله دوليه، بطوله نوادي عاديه جدا مش بطوله عالم. فطلعنا كرواتيا، ومن ساعتها ابتدينا ان احنا كل سنه سنتين كده كنا بنطلع لنا بطوله، لحد 2019 ما جت، وبعدين اختاروني في منتخب مصر الباتيناج، كانت دوره الالعاب العالميه في برشلونه، وهي دي اللي انا رايحاها تاني في ايطاليا. دي اسمها الجيمز، دي بيبقى 11 بطوله عالم، بناخد السيتي كلها، بيبقى كل العاب السكيت، سكيت بورد، سكوتر، سبيد، هوكي، كل حاجه ليها دعوه بالسكيتنج بتبقى في مجمع او فيليج او مش عارفه، زي الاولمبياد بالظبط، دي نفس الفكره. بس فهي دي اللي اتاهلت لها تاني، دوره الالعاب السكيت بايطاليا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل خير يا مريم. طب قولي يا مريم، انت عندك كام سنه وبتدرسي ايه؟ انا عندي 23 سنه وتخرجت من الاستاسكا بزنس انتليجنس. ما شاء الله. طيب يعني انت بزنس انتليجنس، يعني هو فيلد مش او مجال محتاج برضو ان انت تكوني يعني مركزه فيه، مش حاجه سهله، وما شاء الله احنا شايفين ان انت يعني انجازات كمان في الرياضه. فعايزه اعرف منك انت ازاي بتقدري يعني توفقي بين الاثنين، يعني انت خاصه انت بتلعبي الرياضه دي كمان من زمان، وعايزه اعرف كمان فكره اسرتك ازاي هم عارفين يدوا الرياضه والدراسه نفس الاهميه. اوكي انا اتعودت يعني على الرياضه من سنه صغير قوي زي ما قلت، فيمكن اتعودت على ان انا ابالانس حياتي من وقت طويل قوي من وانا في كي جي 1 يعني، فدي ما كانتش ازمه قوي بالنسبه لي، بالعكس يعني انا كنت بحس انه في ناس ساعات بتقعد مثلا تذاكر بالست ساعات، بس هم اكشلي بيذاكروا ساعتين بس تركيز، لكن انا في الرياضه وكده عشان كان بيبقى وقتي مزنوق قوي، وعارفه ان انا ورايا حاجه ورايا التزامات، كنت مثلا بروح التمرين برجع ببتدي اعمل هوم وركس وكده او العكس،
فكان في دايما بحدد مثلا ساعتين بالظبط هم هذاكرهم، فكنت بطلع كل اللي عندي فيه. فلا بالعكس، انا شايفه ان الرياضه دي حاجه بتساعد على التركيز اكتر ما هي بتاذي. طبعا ساعات يعني الاتنين بيدخلوا في بعض وتحصل ابس اند داونز، أكيد طبعا. بس المهم يبقى في بالانس. يعني مثلا لو ضيعت الوقت طول الاسبوع، فانا هاجي في الويك اند بدل ما انا هلعب مع اصحابي في النادي بالليل، فلا فانا لازم اروح اذاكر. جميل، ما شاء الله مركزه في الدراسه ومركزه في الباتيناج او الباتيناج الايقاعي. انا عايز اسالك بقى، اللعبه دي يعني لعبه ممتعه جدا، فيها تفاصيل كتيره، الوان وتفاصيل مبهجه، يعني فكره حتى اختيار الزي او المايو نفسه بالوانه المختلفه، بتصميم الايقاعات، بالحس الموسيقي والفني، يعني فيها شغل كتير، صح؟ صح. كلمي. هقول لحضرتك، اتفضل. انا زي ما قلت لحضرتك احنا بنختار شخصيه، والشخصيه دي احنا بنمثلها، فعلى اساس كده انا بختار الالوان. يعني مثلا لو هي شخصيه في فيلم let's say ان هو حزين يعني مثلا، فانا ساعتها هضطر البس اسود مثلا كده، يعني حاجه تعبر عن الاغنيه. وفي اغاني كمان برضو انا استغربتها شويه مريم، طبعا في اغاني اجنبيه كتير بيشتغلوا عليها اللي بيلعبوا الباتيناج والانزلاق الفني، لكن كمان ممكن يبقى في اغاني عربيه كمان رتم عربي موجوده. بس يعني في ليفل معين مش بتسمح فيه قوي ان انت يبقى عندك الحريه ان انت تختار كل الاغاني. يعني في اغاني معينه لا، لان احنا كمان الكلام بننقص عليه، فما ينفعش مثلا اطلع بطوله بره مصر بلغه عربيه للاسف. جميل. مريم البدوي، لاعبه منتخب مصر في رياضه التزلج الفني، كل الشكر ليك، ويا رب كده بالتوفيق ان شاء الله، شكرا لحضرتك، وتشرفينا في ايطاليا في البطوله العالميه للتزلج الفني. صباح الخير عليكي.